بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي اليوم السابع، أهلا ومرحبا بكم. بنقدم لحضراتكم النهاردة بث مباشر جديد من قرية بنوفر تابع المركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية، يعني مع أحد المواهب الشابة يعني نورهان عباس اللي بتبدع في إلقاء الشعر والابتهالات الدينية. يعني أنا هسيب نورهان بقى هي تسمعنا حاجة كده وتحكي لنا اتعلمت الشعر ازاي وطورت من موهبتها ازاي. يعني برحب بيك يا نورهان على صفحة اليوم السابع. أهلا بحضرتك، أهلا بكل اللي سمعونا. يعني عايزين نبدأ بقى نسمع منك حاجة كده في البداية وبعد كده نكمل مع بعض. تمام، هتسمعينا ايه؟ أبدأ بتهل النقشبندي. طب اتفضلي. أقوم معلش بالليل والأسحار ساهيات، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي، بنور وجهك إني عائذ واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل، عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك، تحلو مرارة عيش اتفضل. ايوه في رضاك، في رضاك، تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد، من لي سواك ومن سواك، يرى قلبي ويسمع كل الخلائق ظل في يد الصمد، أدعوك يا رب، أدعوك واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي، وانظر لحالي، وانظر لحالي، وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد. ما شاء الله، يعني ربنا يفتح عليكي. يعني عرفينا بنفسك بقى كده، اسمك وسنك. اسمي نور عباس عبد الجليل، عندي 15 سنة. يعني اتعلمت الإنشاد ازاي؟ أنا لما كنت صغيرة علي صوتك يا نور. لما كنت في صغيرة في المدرسة، ماما مدرسة الصحافة فكانت بتطلعني الإذاعة دايما، وكنت بنشد بقى، فالمدرسين قالوا لي صوتك جميل، ليه ما بتطورش من نفسك، ليه ما بتروحش، ما بتشاركيش في مسابقات تبع الإدارة، ليه ما بتروحش استوديوهات تسجلي أناشيد. فبدأت بقى من الخطوة دي أبدأ أروح استوديوهات وأبدأ أطور من نفسي، وسجلت أناشيد كتير، يعني مثلا في استوديوهات معروفة كبيرة، يعني لحد ما وصلت بقى اللي أنا فيه دلوقتي. يعني دخلتي مسابقات قبل كده؟ دخلت مسابقة على مستوى المحافظة، طلعت المركز الأول على مستوى المحافظة، المحافظة الغربية. كانت هي المسابقة الوحيدة اللي دخلتيها ولا دخلتي حاجة تانية؟ لا، انا دلوقتي مشاركه في مسابقه المبدع الصغير تحت رعايه انتصار السيسي احرام رئيس الجمهوريه، ان شاء الله بالتوفيق بقى. ما شاء الله. مين أكتر حد يعني بيساندك في البيت وبيدعمك في الموضوع ده؟ لا والله كله كله بيساندني، وعن بابا وماما واخواتي كلهم بيساندوني،
ماما بتروح معايا دايما، بنسافر نروح 6 اكتوبر عشان نسجل الاناشيد دي، يعني بتشجعوني كتير. ما شاء الله. يعني انت بتسجلي الاناشيد في 6 اكتوبر، اه يعني بتوفقي ازاي بين دراستك وبين الانشاد؟ والله يعني ده حاجة وده حاجة تانية، بس ساعات الانشاد يعني ما هكذبش على حضرتك، الانشاد بياخد وقت كتير برضو من الدراسة، يعني بيبقى فيه وقت يعني ما بسجلش شوية صغيرين. الحمد لله دلوقتي انا خلصت امتحانات من 3 ايام ولا حاجة، دلوقتي في الاجازة بقى. مين من المنشدين يعني مثلك الأعلى وبتحكيه وممكن تقلدي صوته؟ أنا بحب المنشد، بحب صوت المنشد محمد طارق، والمنشد محمد يوسف، والمنشد ماهر زين، ودلوقتي بقى الكبير جدا يعني العظيم النقشبندي، بحبه جدا، بسمع كتير جدا ليه. طب هتسمعينا ايه بقى بس بصوت عالي، لأن المتابعين بيشتكوا ان الصوت كان واطي في الأول. ممكن أسمع حضرتك قلب متين بالنبي، كلمات الشاعرة العظيمة شيرين سعد أحمد، شاعر جنوب الوادي. طب يلا. قلبي متيم بالنبي، عشقي وهوى يا محمد، ما انت حبيبي يا نبي وغالي علي، ده انا شوقي زاد يا نبي، واتمنى اشوفك يا نبي، ملهوفة لتراب النبي لا لوم علي، جالي في منامي ونادى ووصفي ليه ابتدى، عطشانة وروالي النادى من نور نبيل، قولوا صلوا معايا وسلموا تزيد الهداية، اسمه نور في سمايا وضل العليم، قولوا صلوا معايا وسلموا تزيد الهداية، اسمه نور في سمايا وضل العليم، فرحانة بذكره أنا مدى حياتي هان، لو حتى أعيش 100 سنة همدح نبيل، قولوا صلوا معايا وسلموا تزيد الهداية، اسمه نور في سمايا وضل علينا. حتى ده جزء منه. تمام. يعني ممكن بقى تسمعينا مولاي، ولأن في من ناس طالبينها لا السائلة دلوقتي بتاع النقشبندي؟ اللي كانت في مولاي الأول. ما دي اللي قلتها؟ في الأول تمام. ما يعني دي بتاعت طيب، الأول. يعني نفسك تكملي في الطريق ده لحد ما توصلي لإيه، وحلم حياتك إيه؟ أنا هكمل دراستي وبعدين أدخل كلية إعلام إن شاء الله، أبقى مذيعة ما شاء الله. إن شاء الله. وبالنسبة للشعر والابتهالات والإنشاد الديني، هيبقوا الاتنين مع بعض بقى، يعني ده حاجة وده حاجة تانية. أو ممكن أبقى مذيعة للبرنامج مثلا بتاع إنشاد، أقدم برنامج إنشاد وكده، يبقى الاتنين مع بعض. نسمع قمر ونحصل معاه. تمام. يعني هتسمعينا ايه تاني؟ طيب قمر تمام، بقى. نسمع قمر رسول الله. طب بس يا ريت نعلي الصوت بس. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، حبيب الله يا خير البار.
ما شاء الله. انت قلت لي انك داخله مسابقه جديده، يعني كلميني بتتدربي ازاي للمسابقه وبتستعدي لها ازاي؟ انا لحد دلوقتي ما اتدربتش ولا رحت اي حته اوبرا ولا اي حته من ده، انا لوحدي كده موهبه من نفسي بسجل. ودلوقتي انا مش شاركت ووديت الفيديو بتاعي ووصل هناك دلوقتي، لسه النتيجه هتبان. هو المسابقة اونلاين ولا حضور؟ لا هي اونلاين، بس لو فزت ان شاء الله انا هروح اغني قدامهم هناك ان شاء الله. ما شاء الله. بتقولتي لي انك بتسجلي في 6 اكتوبر، اه يعني الهدف من التسجيل ايه يعني؟ يعني بيحل الصوت اكتر، يعني بيبقى فيه جودة في الصوت احسن من عادي، ما شاء الله ويبقى فيه نسبة مشاهدات اعلى من عادي. ان شاء الله، يعني ربنا يحميكي كده، وان شاء الله يعني نشوفك دايما في تقدم كده، وربنا يوفقك في المسابقه اللي انت داخلاها. ويعني زي ما حضراتكم شايفين، دي كانت تغطيتنا لحضراتكم النهارده ولقائنا مع نورهان اللي بتبدع بصراحه في الانشاد الديني والابتهالات يعني. ومستمرين ان شاء الله، مستمرين ان شاء الله في تقديم كل ما هو جديد على حضراتكم داخل المحافظة بشكل عام يعني. وانت حابة بقى تختمي بإيه يعني، جزء صغير كده؟ تمام، أقول صلى على النبي بس. طب يلا. بتعقد لي في حياتك وبتحزن وتتأثر، لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا ومفكر، اسمع كلام وتفائل بشر ولا تنفر، ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر، وصلي صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه، صلي على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم، اللهم صلي عليه. ده جزء. شكرا يا ريان، وان شاء الله يعني. انا كنت معكم محمد طارق، مراسل يوم السابع محافظة الغربية.